هنبدأ معاكم جولتنا طبعاً في البداية بأحوال المرور، ويا ريت النهاردة اللي وراه حاجة مهمة ينزل بدري شوية عن ميعاده علشان هيبقى فيه يمكن بعض التكدسات المرورية والازدحامات المختلفة في شوارع مصر. خلينا نبدأ جولتنا المرورية معاكم من مناطق مختلفة، وهنبدأ من القاهرة وتحديداً من شارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر، وهناك هنلاقي كثافات مرورية. لكن بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي، لكنها ما خفتش ولسه مكملة لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد، ولو هنروح للعتبة وفيها سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع طبعا أنها يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة، ولو كمان في شارع رمسيس في اتجاه التحرير. الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، الكثافات دي بداية من ميدان رمسيس وصولا لمحطة مترو جمال عبد الناصر والإسعاف. ومن القاهرة تعالوا نروح محافظة الجيزة وشارع الهرم، من بداية شارع المستشفى في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي برضو في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. وعلى الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف شارع فيصل. شارع فيصل بقى بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق، وعند الطوابق هنلاقي فيه كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. محور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية بسيطة، لو انت متجه من اكتوبر الى منطقة المهندسين ممكن تاخد طريق محور 26 يوليو البديل، مفيش فيه اي كثافات وهيوصلك لميدان اسفنكس. او لو جاي بقى من اكتوبر ورايح طريق فيصل والهرم بيفضل محور المهندس شريف اسماعيل، في سيوله مرورية كبيره وهيوصلك في دقايق. نروح لمحافظه الاسماعيليه وهنلاقي ان طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق احمد ابو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبيه في الوقت الحالي، هنفضل مكملين وندخل شارع التيار اسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو في كثافات نسبيه غير مؤثره على حركه السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. نروح محافظة سوهاج وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية، فيه سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه أيضا كثافة نسبية. في كثافات نسبية في مرورية بسيطة بزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر مختلفة خلونا بقى كمان نطمن على حالة الطقس النهارده عشان نطمن على أولادنا اللي نازلين رايحين المدارس. النهارده تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل الحرارة رطب ليلا مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 32 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة، وأسوان هتوصل فيها العظمى ل 40 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.